السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم معايا كاملين فيديو جديد ووصفة جديدة. كنتمنى الأمور ديالكم تكون على خير. إذا كنتوا أول مرة كتشاهدوا القناة معكم بشرى، ما تنسونيش تفرحوني بالاشتراك ديالكم بالضغط على الزر الأحمر زر الاشتراك وتفعيل الجرس باش توصلوا دائما بالجديد ديال الوصفات. ومرحبا بكم كاملين في القناة. بالنسبة للوصفة اللي جيت نقدم لكم اليوم، الوصفة المعتمدة عندي البنات اللي متبعيني هكا في القناة راهم عارفين وصفة اللي معتمدة عندي. بالنسبة هكا البغرير كيجي ناجح، صوبيه بعينك مغمضين. كنتمنى فعلا ان الاخوات اللي ما كينجحش معاهم بغرير يجربوه بهذه الطريقة، وخصوصا اليوم غادي ندير فيه معلقة ديال واحد المكون اللي ما يخطرش لكم على البال، جديد بزاف بهذاك المكون، عطاه واحد الطعم اللي هو زوين. كنتمنى انكم تتابعوا الفيديو من الاول حتى الاخير، وكيف ما كتشوفوا معايا كيجي البغرير ديالنا بحال الشهده، كيجي خفيف خفيف بزاف. حضرته بثلاثة ديال الكيسان ديال السميده وخرجت لي تبارك الله كميه اللي هي كثيره، كيف ما كتشوفوا معايا الحجم ديالو كبير. بلا ما نطول عليكم يلاه معايا نتعرفوا على المكونات والطريقه ديال التحضير. بسم الله، غادي نبداو في تحضير الوصفه ديال البغرير اللي ناجحه 100%. اول حاجه غادي تنايا الكاس ديال الخلاط الكهربائي او لا ديال مولينكس اللي كنطحنوا فيها كالعصير. غادي نوضع فيه ثلاثة ديال الكؤوس ديال الماء اللي كيكون دافي واحد شويه كيف ما كتشوفوا. فبالنسبه للقياس ديال هذا الكاس راه كبير على الكاس ديال العلبه، غير بشويه ماشي بزاف. المهم نتوما الكاس اللي عبرتوا به الماء هو اللي غادي تعبروا به هكا سميده رقيقه. فكندير هنا 4 ديال الكؤوس كيف ما غادي تشوفوا معايا بنفس الكاس كيف ما ذكرت لكم. كنعبر 3 ديال الكؤوس ديال السميده الرقيقه اللي كتكون هكا خاصه بالحلويات وبغرير. صافي هنا بعد ما درت كيف ما شفتوا معايا السميده، غادي ندير 3 ديال الكيسان مع 4 ديال الكيسان ديال الماء دافي. ان شاء الله المكونات غادي تلقاوها مكتوبه في صندوق الوصف. كنضيف هنايا معلقه صغيره عامره ديال الخميره ديال الخبز، انا استعملت هنايا معلقه كبيره داكشي علاش درت النصف ديالها. وكديروا معلقه صغيره ديال السكر حبيبات اللي هي سكر سنيده. من طبيعه الحال الملح تقريبا واحد معلقه صغيره مع مرات ديال الملحه. وهذا هو المكون اللي قلت لكم ضيفوه على البغرير كيجي لذيذ بزاف، هي معلقه ديال حليب بودره اولا الحليب المجفف. صافي غادي ندير كل يتطحن مزيان، حاولوا انكم تطحنوا مزيان الخليط حتى كيوليو عندكم دوك الفقاعات هكا صغارين في الفوق. دابا غادي نضيف جوج مكونات اللي بقاو ليا عندي هنايا، جوج ديال الخميرات. الوزن ديال كل صاشيه 8 غرام، يعني في المجموع عندي هنايا 16 غرام ديال الخميره ديال الحلويات. وغادي نضيف تقريبا واحد معلقه صغيره ديال الخل، انا غادي ندير هنايا عيني ميزاني. نتوما عبروا هكا معلقه صغيره ديال الخميره ومن بعد رجعوا هكا الكل يتطحن في الخلاط ديالكم الكهربائي. وهذا هو القوام ديال الخليط ديالنا ديال البغرير، كيجي بهذا الشكل كيف ما كتشوفوا معايا. نتمنى يكون واضح بالنسبه للاخوات المبتدئات ومن طبيعه الحال اللي ما كينجحش معاهم بغرير. صافي غادي ندوز دابا باش نطيب بغرير معكم. فخديت هنايا هاد المقله، فبصراحه هاد المقله ما بقيتش كنقدرها كنستغنى عليها في بغرير، فشحال من عام هادي وهي عندي. فبصراحه كتنجح هكا بغرير، حتى المقله راه عندها دور كبير في البغرير يجيكم هكا متقب. فاول حاجه كندير المقله كتسخن مزيان فوق النار، من بعد اخواتي كندوزها تحت من الروبيني غير واحد شويه كتبرد ليا غير واحد شويه. صافي من بعد كنوضعها فوق النار وكنخوي هكا تقريبا واحد مغرفه ونص، لان المغرفه اللي عندي راها صغيره. وكنخليه على عافيه اللي كتكون مجهده، حاولوا انكم تجهدوا العافيه مزيان على البغرير ديالكم. وهكا غادي تشوفوا معايا غادي يبدا هكا كيتثقب، فهذه اول وحده وشوفوا معايا كيفاش كتثقب لينا. فانا حاولت هنايا ما نقطعش لكم التصوير. وبالنسبه للاخوات اللي متبعيني في القناه راه شاركت معكم بزاف المرات الا كانت عندكم هكا المقله ديالكم اللي كطيبوا فيها بغرير، الا كانت كتلصق لكم بغرير حاولوا انكم تسخنوا المقله مزيان، من بعد كتوضعوا فيها تقريبا واحد جوج معالق ديال الملحه اولا معلقه كبيره اللي كتكون عامره. ومن بعد كتاخذوا هكا بابي ديال المطبخ اولا الورق ديال المطبخ، وكتحاولوا انكم تمسحوها مزيان بحال كتحكوا هذيك الملح على المقله ديالكم. وبهذه الطريقه اخواتي ما كتبداش تلصق لكم من طبيعه الحال بغرير اولا لي كريب. فنتمنى هذه الطريقه ديروها بالنسبه للاخوات اللي كتلصق لهم المقله ديالهم. كيف كتشوفوا معايا فهذه هي البغريره الاولى، فحتى هي تقبات واخا ما جاوش هذوك الثقوب بحال الشهده. غادي تشوفوا معايا كيفاش غادي تقبلينا البغريره الثانيه والثالثه والمكونات
المكونات اللي درت معاكم راه هما ناجحين اخواتي، غير جربوهم على ضمانتي، فكاين بزاف ديال الناس اللي ما كانش كينجح معاهم، وجربوا هالطريقه. ونسيت ما ذكرت لكم بالنسبه لهذا الخليط ديال البغرير، ما كنخليوهش يختمر، كنطيبوه مباشره بعد ما هكا كنطحنوه، وشوفوا معايا راه كيجي بحال الا خلينا الخليط ديالنا يختمر. ومن طبيعه الحال اللي بغات تخلي البغرير ديالها يخمر فتقدروا تخليوه، ماشي مشكل، غير هي ما تضيفوش ليه ديك معلقه صغيره ديال الخل الا كنتو غادي تخليوه. فبالنسبه للدور ديال الخل كيخلي لينا هكا بغرير كيتقبل لينا بسرعه، وفي نفس الوقت ما كنخليوهش يختمر لينا. وكيف كتشوفوا معايا هذه هي البغريره الثانيه، شوفوا معايا كيفاش كيجيو دوك الثقوب، كيجي بحال الشهده وناجح مليون في المية. فكنتمنى فعلا انكم تجربوه. فحاولت نوريكم بزاف ديال المرات باش هكا اخواتي تاكدوا بان البغرير ديالكم غادي يتقب معكم، وحاولوا انكم غير ديروا هكا المكونات مضبوطه كيف ما ذكرت لكم، 4 ديال الكيسان ديال المدافي، 3 ديال الكيسان ديال السميده رقيقه، ممكن انكم ديروا الدقيق ديال الفينو ولكن كنفضل انا السميده رقيقه. وكنت البنات شحال هذه كنت كنضيف معلقه ديال الفرص، ولكن المعلقه ديال الفرص اخواتي كيخلي بغرير في الاخر ملي كتجي كتاكلي كتحسي به بحال الا معجن. فوليت هكا كندير البغرير بدون دقيق ابيض، وبصراحه كيجي هائل هائل بزاف وما كيجيش معجن. غادي نكمل معكم المكونات، وفي نفس الوقت نتوما كتشوفوا هكا البغرير كيفاش كيتقبل لينا. 4 ديال الكيسان ديال المدافي، 3 ديال الكيسان ديال السميده الرقيقه الخاصه بالحلويات وبغرير، كنديروا جوج ديال ساشيات ديال الخميره حمراء الوزن ديالهم 16 غرام، كنديروا نص معلقه كبيره اولا معلقه صغيره ديال الخميره حبيبات، معلقه صغيره ديال السكر سنيده، معلقه صغيره ما عمرتش ديال الملحه، ومعلقه صغيره ديال الخل الابيض. والمكون اللي ضفت في هذا البغرير هي معلقه ديال الحليب المجفف، انا استعملت هكا الحليب نيدو. صافي وكطحنوا الكل مزيان كيف ما ذكرت لكم في الاول، حاولوا تطحنوا المكونات مزيان حتى كيوليو عندكم فقاعات، ومباشره كتضيفوا الخل مع الخميره. وهنايا كنوضع دائما وحده وكنوضع الاخرى في الجنب حتى كيبردوا عندي، كنغطيهم ضروري بواحد المنديل باش هكا كيبرد على خاطرو كيجينا خفيف بزاف. شوفوا معايا اخواتي كيفاش كيجي خفيف، فهذه اخر وحده طيبت، نتمنى يكون واضح لكم. البخار اللي طالع فيها راه مازال سخونه، ولكن اخواتي كيجي خفيف وكيجي محمر من الاسفل ديالو، غادي ندور لكم باش تشوفوا معايا من الاسفل بهذيك معلقه ديال السكر سنيده كيجينا هكا محمر. وكيف ما ذكرت لكم غير خليوا العافيه تكون مجهده على البغرير ديالكم، ملي كيقرب هكا يبقى لكم غير داك الوسط اللي خصو هكا باش يطيب، كتنقصوا ديك الساعات العافيه وكتخليوه حتى كينشف لكم الفوق وكتحيدوه بكل سهوله. كنتمنى اخواتي الوصفه ديال اليوم تعجبكم وتجربوها وتنال الاعجاب ديالكم اخواتي. جربوها الفطور ديال العيد كيوجد بسرعه، تقريبا ما كتحتاجوش اكثر من 20 دقيقه باش تحضروا هكا بغرير. بغيتوا كميه قليله فاكيد كتنقصوا الكميه اللي درت معكم ديال الماء مع السميده رقيقه، ولا بغيتوا هكا تكثروا من الكميه ديال البغرير، فمن طبيعه الحال كتضاعفوا هكا المكونات، اولا كديروا نفس المكونات اللي استعملت معكم، راه تبارك الله كتخرج كميه اللي هي كثيره. فنسيت ما حسبت هنايا شحال من حبه ديال البغرير، ولكن ان شاء الله غادي نحسبهم الا بردوا هكا، لانني كنسجل لكم هذا الصوت مازال ما بردش عندي بغرير. وبالنسبه للطريقه ديال الاحتفاظ ديال البغرير، الا بغيتوه هكا توجدوه من قبل فكتوجدوه كتخليوه حتى كيبرد تماما، من بعد كتوضعوه في البلاستيك الغذائي وكتوضعوه في الثلاجه الوقت اللي كتبغيو هكا تحضروا بغرير، يا اما كتسخنوه في المقله ديالكم، اولا كديروا طريقه اللي ساهله بزاف، كتاخذوا هكا الطنجره ديال الضغط، اولا كتاخذوا هكا الكسكاس اللي كنفورو فيه كسكسو، وكتخليوه هاد بغرير ديالكم كيسخن فقط غير في البخار. الا درتو هكا الطنجره ديال الضغط اللي هي الكوكوت، كديروا داك الكسكاس ديالها وكتوضعوا الماء من طبيعه الحال في الاسفل، وداك البخار كيخلي البغرير ديالكم كيسخن مزيان. ومن طبيعه الحال ملي كتضيفوا عليه هكا الزبده والعسل ولا اي حاجه نتوما كتفضلوا هكا تاكلوا بها بغرير، اولا زيت الزيتون، فمن طبيعه الحال كيزيد هكا كيسخن لكم اكثر. بغيتوا تسخنوه في المقله فماشي مشكل، كيولي بحال الا عاد طيبتوه. فكانت هذه هي الوصفه اللي حضرت معكم اليوم، انتظروا مني فيديوهات اخرى الوصفات اللي ممكن انكم تحضروها للفطور ديال العيد. خليتكم على خير، شكرا لكم بزاف اول حاجه على المشاهده ديالكم، وكاملين كنقول لكم عيدكم مبارك سعيد باش تمنيتوا ان شاء الله بالصحه والسلامه ويرفع علينا الله هذا الوباء. كنقول لكم خليوا لي التعليق
لايكاتكم الله يجازيكم بخير، مشاركة هذا الفيديو مع العائلة والأصدقاء. ودابا كنقول لكم سلامة عليكم، نتلاقاو في فيديو جاي. بسلامة.